السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية إخواني كالعادة لا تنسوا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. إذن نشر اللاعب الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني صورة على ستوري صفحته الرسمية في الإنستغرام، صنع بها الحدث حول اللاعب صاحب الأصول الجزائرية أمين مسوسة الذي شارك لأول مرة مع الفريق الأول لنادي ليل الفرنسي. ونشر بوعناني على صفحته في الإنستغرام صورة لأمين مسوسة وأرفقها بعبارة تهانينا على ظهورك الأول أخي أمين مسوسة، سنجتمع في أقرب وقت إن شاء الله. جدير بالذكر والدة أمين مسوسة صاحب 18 سنة أقول جزائرية، في حين أن والده مغربي. وسبق لبوعناني أن شكل ثنائيا رائعا مع مسوسة في الفئات الشبانية لنادي ليل قبل أن يغادر اللاعب المنتخب الوطني إلى نادي نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. إذن الشيء اللي صنع الحدث هو عندما قال له سنلتقي قريبا، يعني ما راحش يلتقوا في نادي واحد أكيد، وإنما هل يعني ما نقولش رسميا، لكن البعض راه أعطى تأويلات أنه سيلتقي في المنتخب الوطني الجزائري. شاركونا برأيكم في التعليقات، ماذا تعني سنجتمع قريبا معا إن شاء الله؟ يعني هل تتوقعون أن راح يكون في المنتخب الجزائري، أم ممكن جدا نشوفهم في نادي واحد، أو عندكم تأويلات أخرى؟ أعطونا رأيكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.